دعواتك، لأن ربما يكون هذا هو الصوت الأخير الذي تسمعونه لنا. نحن حاليا متواجدين في شمال قطاع غزة، بالتحديد في مخيم جماليا في منطقة الهوجة. طبعا الوضع عندنا صعب جدا وخطير، نعاني من أزمة في كل شيء، أزمة مياه الشرب، فش عندنا مية طبعا صالحة للشرب، فش عندنا أكل، فش عندنا أدوية، فش مستشفيات، فش صيدليات. طبعا الناس بتعاني معاناة لا يعلم بها إلا الله. حاولت بعض الناس من أطفال من شيوخ من نساء من رجال كبار في السن الهروب إلى منطقة الجلاء عبر دوار أبو الشرخ، لكن تم استهدافهم عن طريق المدفعية والكواد كابتر. الناس محاصرة، الناس مش عارفة إيش تعمل، وين تروح. طبعا شمال قطاع غزة مخيم جباليا بالتحديد يباد. إحنا من معسكر جباليا، بدناش الكل ضمير حي في كل مكان في الوطن وفي الشتات وفي العالم كله إنهم يطلعونا إحنا في مخيم جباليا. إحنا بنموت، إحنا بنموت، إحنا بنموت، إحنا بنموت، احنا بنموت. مناش الا الله، مناش الا الله، مناش الا الله. ما حدش مدور علينا، ما حدش مساندنا. الوضع صعب جدا جدا، القصف مستمر متواصل بالطائرات وبالجدائف، الناس بتموت بتستشهد، ما فيش اسعافات بتتجرأ تاخذ المصابين وتاخذ الموتى. الناس فيش مستشفيات حتى تعالج، المستشفيات اغلقوها. احنا وضعنا صعب، احمونا احمونا. احنا بيحرقوا البيوت بالجدائف وبالهاد، والجدائف وصلتنا، وانا خايفه على اولادي، انا خايفه على اولادي، واولادي زي اولاد غيري.